استقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالدار البيضاء أعضاء الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. ويضم الوفد الذي يترأسه السيد شرق الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السادة العربي مخارق سفير صاحب الجلالة بالبرازيل بوشعب سويلم عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، عبد المجيد غميجة رئيس غرفة بمحكمة النقد، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، الكولونيل مصطفى ناصف من المصلحة المركزية للعلاقات الخارجية والتواصل الدرك الملكي، وقيس بن يحيى مكلف بمهمة بالديوان الملكي. حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق. لقد شرفني صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله برئاسة الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، وقد حضيت أنا والوفد الرسمي باستقبال جلالته حيث زودنا نصره الله بتوجيهاته ونصائحه الغالية للسهر على ظروف إقامة رعاية حجاج بيت الله الحرام وتفقد أحوالهم دائما والتنسيق مع البعثة الإدارية والطبية والعلمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يوجد أعضاء هناك للسهر على راحة الحجاج، وسنكون سعداء جدا إن شاء الله بالدعاء لمولانا الإمام بالنصر والتمكين إن شاء الله وطول العمر حتى ينعم المغرب تحت قيادته إن شاء الله بالرخاء والأمن والاستقرار إن شاء الله. يعلم الجميع أن حصة المملكة المغربية 32 ألف من الحجاج، وأنه نظرا للأعمال والأشغال الجارية في المسجد الحرم المكي قررت السلطة السعودية نقص يعني 20% اللي هي 6400 من الحجاج، بقت عندنا 25600 ما بين وكالة الأصفر وما بين التنظيم الرسمي. هنالك بعثة تقرب من 600 من الأشخاص اللي هما ما بين البعثة الإدارية والبعثة الطبية المدنية والبعثة الطبية العسكرية والبعثة العلمية وجميع البعثات اللي كيحتاجوا لها التأطير، وكذلك واحد العدد ديال المرافقين كنا بغينا نوصلوا هذا العام لواحد الخمسين باش يتبعوهم، ولكن توصلنا أنه يكون عندنا مرافق ويعني مرجع للسبعين ديال الحجاج، وإن شاء الله نحاولوا نحسنوا المقبلة. فيما يتعلق بالسكن بالرغم من الأعمال ومن أن واحد العدد ديال العمارات القريبة من مكة يعني تهدمت، استطعنا الحمد لله أننا نحصلوا في السكن في أقرب يعني أماكن من الحرم كما كيحبوا المغاربة، وجميع الإجراءات اتخذت من أجل أنه إن شاء الله يتم أداء مناسك في أحسن الظروف، بالرغم من أن الحج كما نعلم هو تنقل وهو سفر، وبالرغم من أن هذا العام أنه الحصة ديال المسنين اللي هي 4500 ما نقصنا منهم حتى شي واحد، بمعنى أن يعني الفئة العمرية ديال الحجاج هذا العام أكثر من أي عوام سابقة، كلها من الفئات اللي يعني فوق يعني معظمها فوق 60 سنة، ولذلك إن شاء الله كنتمناو أنهم يؤديوا كلهم الحج في الراحة، وأنهم يعني أن البعثات توفق أنها ترديهم في حدود الإمكان مع ما يلزم من الصبر والخشوع في هذا المكان هذا.